هدفنا الأساسي إنه إزاي نناقش الإعلام ودور الإعلام في كافة المجالات. الإعلام كركيزة أساسية للبناء في كل الاتجاهات. النهاردة إحنا بنتكلم على صناعة النجاح وبناء القيم، لأنه بالفعل إحنا محتاجين أولا أن نقدم نماذج نجاح، أن نقدم قدوة في النجاح، ده رقم واحد. رقم اتنين أن نثبت ونثمن ثوابت المجتمع، سواء الثوابت الخاصة بالقيم والمبادئ والأخلاقيات المجتمعية اللي احنا بقينا في أشد الاحتياج إليها، إن احنا نعيدها مرة أخرى بكل ثوابتها وبكل قيمها، سواء القيم الاجتماعية، القيم السياسية، القيم الاقتصادية، القيم الأخلاقية، القيم الدينية. احنا عندنا مجتمع راسخ ولديه قيم ثابتة منذ آلاف السنين، لكن للأسف نتيجة ما حدث من تطور في العالم والسوشيال ميديا ومحاولات التدخل لتغيير الهوية المصرية، بقت عندنا مشكلة إن إحنا إزاي نستعيد هذه القيم، قيم الشهامة، قيم الكرم، قيم الأخلاق، قيم الجوار، قيم الأخ الكبير، قيم التعاون، قيم البناء. كل هذه القيم بقينا في أشد الاحتياج إليها، وبالتالي احنا يعني كان اختيارنا بالتنسيق مع المكتبه واداره المكتبه المحترمه انه ازاي، طبعا الزميل الفاضل ايمن عدلي، ازاي يبقى الصالون كمان نافذه او مساحه نقدر نتكلم فيها او من خلالها عن هذه القيم وكيف يمكن ان نعيدها ودور الاعلام في اعاده هذه القيم. رقم واحد انك انت اولا تقدم نماذج البناء. رقم اتنين انك انت تدي مساحه للرأي والرأي الآخر. رقم ثلاثة إنك تواجه الشائعات وتواجه عمليات أو مخططات الهدم ومخططات الفوضى. مش تواجهها بإنك أنت تشتم، لا، تواجهها بالمعلومة. لدينا على أرض مصر ما تم من إنجازات وما تم من بناء فيه معلومات كثيرة جدا تكفي للرد على أي شائعات وأي أكاذيب وضحضها. لكن المشكلة ان احنا البعض بيتعامل مع الشائعات بمنطق ده كذب، ما هي كذب، لكن كيف نقدم المعلومة الصحيحة؟ عندك المعلومة الصحيحة؟ لما تيجي تتكلم النهارده ويقول لك مثلا العاصمة الإدارية هياخدوا قرض عشان يكملوه، لا، عندك المعلومة الصحيحة ان العاصمة الإدارية هي اللي بتغطي نفسها وان الأراضي اللي فيها هي اللي بتبني العاصمة الإدارية، بل بتاخد منها كمان، الحكومة بتاخد منها 20% عشان تبني منها مشروعات للإسكان المتوسط والإسكان الشعبي. إذن أنت عندك المعلومة، فرقم واحد، رقم اثنين أن يقدم الإعلام المعلومة، رقم ثلاثة لدينا نماذج في الأدب، لدينا نماذج في الثقافة، في السياسة، في القوات المسلحة أو في الجانب العسكري والجانب الأمني، نستطيع أن نقدم لأولادنا وأبنائنا من الأجيال الصاعدة هذه النماذج حتى يروا أمامهم صور حقيقية كيف يضحوا في سبيل بلدهم، كيف يبنوا بلدهم، كيف يواجهوا أعداء بلدهم. هو ده اللي احنا محتاجين الإعلام يعمله، ومحتاجين أنه هو الحاجة الثالثة أو الرابعة، أنا آسف، أن جزء أساسي من الإعلام هو الدراما. إذا الدراما نحت في اتجاه آخر بعيد عن ما يحتاجه المجتمع لتأكيد هويته وتأكيد ثقافته، هتبقى في مشكلة. وبالتالي عندما نماذج للقيم، نماذج للقيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية اللي كانت عندنا، أعتقد ده بيثبت عند الشباب، لأن ما تقدمه حلقة واحدة من مسلسل، أنت بتحتاج برامج لمدة سنة عشان توصل نفس الرسالة. شفنا مسلسل الاختيار وإيه اللي حصل، شفنا مسلسل أبو العروس وإيه اللي حصل، شفنا مسلسلات كثيرة جدا عندما قدمت نموذج قيمي حقيقي كانت هناك استجابة وكان هناك رد فعل جيد. هو ده ما نحتاجه من الإعلام الفترة القادمة. موضوع الإعلام وصناعة النجاح ورساء القيم أو الحفاظ عليها هو الحقيقة موضوع في غاية الأهمية في التوقيت الحالي، لأنه الإعلام نفسه بيشهد تغييرات كبيرة جدا على مستوى العالم. ما بقاش في الشكل التقليدي اللي يعني نشأنا عليه زمان، في أنه الإعلام كان يعني في معظمه، أو الإعلام اللي بيستقبله المواطن أو الجمهور بتاعنا، كان في معظمه إعلام محلي قومي لا ينافسه إعلام من الخارج. وبالتالي كان موضوع إرساء القيم أو الحفاظ عليها كان في إيدنا تماما، كان في نوع تمكن في وسائل الإعلام من الحفاظ على القيم الاجتماعية للمجتمع. الآن الوضع تغير، هو طبعا فضل يتغير بالتدريج منذ دخول قنوات الفضائية
ثم اختلف بقى خالص دلوقتي بدخول الانترنت والإعلام الجديد، وأصبح موضوع النجاح يعني موضوع صعب قياسه. ايه المعايير النجاح دلوقتي؟ كمان موضوع الحفاظ على القيم برضو بدأت تدخل لك قيم من مجتمعات اخرى في 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 يعني وقت ايضا في الاعلام الجديد والانترنت، وجمع جميع الوسائل في وسيلة واحدة. ففي تحديات كبيرة جدا موجودة للحفاظ على القيم وللنجاح. الحقيقة بركز دايما في الكلام مع الطلبة بتوعي على أهمية اللغة. يعني احنا ما عادش ين نفسنا فقط ولا نسمع لنفسنا فقط. النهاردة من الضروري التخاطب مع العالم والتفاعل معاه والتأثير فيه. إذا لم يكن عندك كإعلامي لغة جيدة فلن تستطيع الخروج عن حيز المحلية. حاجة تانية هو ان احنا نفهم الغرب، ولما نكلمه او نفهم الآخر ولما نكلمه من واقع اللغة اللي هو يفهمها. يعني هي حتى عندنا في انه لما بنعمل اي مثلا حملة اعلامية او كده بنعمل حاجة اسمها بحوث الجمهور عشان نعرف الجمهور بتاعنا بيتكلم ازاي وبيفكر ازاي ونقدر بالتالي نخاطبه. فهو اهم درس او نصيحة للاعلام الجديد طالب اللي هيتخرج ويشتغل في الاعلام هو انه يبقى دايما حريص على انه يشوف الاخر بيفكر ازاي ويبدأ من هناك، ما يبدأش من هو متخيل ايه، ما يبنيش على افتراضات معينة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. الحقيقة طبعا الاعلام له دور كبير جدا في تعزيز القيم وارساء القيم المجتمعية وصناعة النجاح، لأن الإعلام بيمثل وعي الأمة، وهذا الوعي لما يعمل على الارتقاء بالمفاهيم المجتمعية والقيم المجتمعية طبعا بلا شك ده هيبقى ليه مردود كبير جدا على الأجيال القادمة وعلى المجتمع بشكل عام، لأن هو شايف دايما قدامه نماذج ناجحة وشايف أنماط ناجحة وشايف قيم بيتم ترسيخها وغرسها في المجتمع، وده طبعا شيء مهم جدا. الحقيقة احنا حريصين في صالون الإعلام يعني نضع عناوين تساهم في بناء الإنسان. الإعلام بشكل وجدان المجتمع، الإعلام طبعا دوره هو بناء الإنسان ثقافيا وعلميا وإنسانيا ومجتمعيا. أما أنا الأوان الآن أن نجري حوارات حول دور الإعلام في تصدير النماذج المحترمة، في إظهار الجانب الطيب من الشخصية المصرية، في إظهار النماذج الناجحة المكافحة الوطنية المحبة لمصر. أعتقد إحنا في أمس الحاجة أن نستمع بعضنا بعض كيف يمكن أن نقوي العلاقة بين المصريين من خلال إعلام جيد، إعلام قوي، إعلام قادر على تصدير الصورة الطيبة للشعب المصري بعيدا عن الحقيقة، تزييف الحقائق والشائعات التي تنتشر في المجتمع في دولة بتحقق نجاحات في كل المجالات، ونحتاج إعلام قوي يكون على قدر النجاحات التي نراها في كل مكان في مصر. شوف أنا بيهمني أولا إرساء القيم. إرساء القيم ده شيء مهم جدا خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه. احنا النهاردة القيم كلها بتتعرض لهجمة شرسة من جميع الاتجاهات. مصر طول عمرها بلد القيم، مصر وسطية مصر اللي ما فيهاش تطرف وما فيهاش تسيب، طول عمرها كانت عامل جذب لكل من حولها وجعلها دولة رائدة عربيا وإفريقيا وإسلاميا ومتوسطيا. من المهم جدا أن نحافظ على مصر القيم وأن نحافظ على هذه الورقة من أوراق القوة الناعمة المصرية. وأعتقد إن الإعلام له دور رائد
ودور هام ودور فعال في هذا الصدد.